فخر يا عم. اهلا وسهلا. اكي معاها؟ ها؟ مشرك؟ الحمد لله. لا بأس. ها؟ راك محضر روحك؟ ها؟ ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. ها وراك محظوظ راك وحدك. ها؟ ايه راك محظوظ. شكرا على التنظيم وبالتوفيق باذن الله. ان شاء الله يا رب العالمين. وشكرا على الحضور ايها المدير. شحال معدل تاعك الثانوي؟ تقريبا بين 13 الى 14. دائما يجوا اقلنا بالبكالوريا دائما يجي اكثر. اللي عنده 13 ها ان شاء الله جيب لنا 14 نكرمه ان شاء الله. اكيد اكيد. شكرا. تكرم. تكرم اولا تكرم من الله سبحانه وتعالى ومن بعد احنا سهلين. ها راي معك الاستاذ ما يقدرش يكتب. اللي ما يشوفش كذلك سواء بالبرايل سواء بال هو الهانديكاب تاعو شو؟ هو ما يكتبش. تكتبي له؟ هو يملى عليها ويكتب. انت يا استاذه؟ مدرسة ابتدائية. استاذة مدرسة عربية؟ عامة. ايه عندهم صباح العربية برضه؟ اللغة العربية فقط حتى 11؟ حتى 11 كل شيء؟ كان اللي عندهم على حسب الشعبة. استخيسي هذوك يجيبوا لك سوجيت وقتاش يخرجوا؟ بيوفقك إن شاء الله. أما نفتحوا ال ما هو هذا هو خلاص دوك يجيبوا لك سهل 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 الله يشرحها كاع. هيا بالتوفيق إن شاء الله. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.